أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، ها هي الأيام تمر من هذا الشهر العظيم المبارك، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الطاعات. وفي كل لحظة من هذه اللحظات، من نهار رمضان ومن ليالي رمضان، يكون العبد بها مع الله سبحانه وتعالى، صائما قارئا للقرآن، تتهذب النفوس لتكون هذه الجوارح بمعنى الكلمة أنها صائمة لله سبحانه وتعالى، بعيدة عن الكذب، بعيد عن الإذاء، بعيد عن النميمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه وطعامه. فعلينا إخواني أن نستفيد من هذه اللحظات المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام. إخواني، ومع السؤال 11 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه فلانة ابن فلان. فمن هي؟ رضي الله عنها ورحمها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم، إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء، وأجعل منه سيول الشتاء فيها لكي أحصدها. أسير وكل ويا